ان شاء الله. كابتن علاء، تعادل اضاع نقطتين على النادي الاهلي اللي كان الافضل النهارده. هو تعادل مش مستحق. يعني رغم ان انت مش في احسن حالاتك، لكن منافس ما عملش حاجه. مفيش حاجه خالص. يعني عشان بس نتكلم، انا معاك في دي. يعني من هيص الامور. انت مش احسن حالاتك ماشي، لكن منافس ما عملش حاجه خالص. صح. الشوط الثاني مفيش حاجه خالص. لما تشوف الاحصائيات يا ايمن، انت هيجي لك ذهول من تسديد مثلا للنادي الاهلي، ضربات ركنيه للنادي الاهلي وضربات ركنيه كويس، استحواذ مثلا، بس كل ده تروح عامل عليه عامة اكس، مش هيفيد بحاجه. انك انت في الاخر نتيجه اللي هتبص عليها 0-0. ليه 0-0؟ النهارده انت فعلا الشوط الاول ماشي، انت برضو الاحسن وكل حاجه، بس في حاجات في زيادات قوي النهارده في الملعب، في اخطاء في الشكل نفسه في الملعب كتير قوي، في مغالاه قوي، انك عايز توصل لاقصى حاجه في الملعب، توصل للجول، مع ان في يعني مش لازم 1 2 اوصل لحد ال 6 يارد عشان اجيب جول، لا، في حاجات لازم تبقى اسرع من كده، في حاجات لازم محتاجه لمسه واحده، مش حاجه مش لسه هتقف وتستنى. ده الشوط الاول كان فيه شويه كده زيادات. الشوط الثاني ماشي، انت الكره معاك، تعمل هجمه ومشكلتها ان هي هجمات كلها مش منظمه، يعني حتى التمركز على اللعيب غريب شويه، تلاقي مثلا 2 3 في مكان وتلاقي الناحيه الثانيه فاضيه. كثافتك الهجوميه اللي ما انت متعود عليها تكاد تكون منعدمه النهارده، مش موجوده. يعني اقرب فرص جت لمين؟ لمحمود كهربا واحده، وجت يعني صعبه شويه، بعيده وطلعها جنش، بيرسي تاو 2، وزي ما قال كابتن شريف القرار مش لازم. في حاجات استحاله حد يستنى عليك يا ايمن، تتخذ على عيبها زي ما هي بالزبط. في المكان ده في ال 18 ده، وما شاء الله انتم كان معانا اتنين راس حربه. الاماكن دي ادام انت دخلت ال 18 لازم تتعامل اكنك انت راس الحربه الاساسي. صح. اللي هو ايه؟ لازم على طول لمسه واحده، لطشه واحده، مش هتجيلك تاني الكور دي، مش هحتاج اوقف. في كوره ثلاثه دخلوا عليه، دي لمسه واحده جول. كويس. في واحده جت لاحمد القندوسي على شماله، التنفيذ النهارده يا ايمن كانت مشكلتك، يعني مشكله الماتش دي النهارده التنفيذ وحش قوي والقرار متاخر. بس لكن انت كان في تقصير في حاجات كتير قوي النهارده. مثلا الشوط الثاني في تمريرات مقطوعه، ميس باص كتير جدا جدا، وعشان المنافس ما عندوش حلول بيرجع لك تاني، ودي كانت حاجه حلوه جدا. ده الشوط الثاني انت شفتش الشناوي مبدئيا بس. صح. فانت اللي بتغلط، وغلطات يعني مش مجبر. كويس. المنافس بياخدها، وهو عشان الحلول تكاد تكون منعدمه يروح مرجع لك تاني، بس انت ما تستغلش ان الهجمه معاك تاني. انت في سن التسرع، زي ما بقول لك انا، التفاهم بين خصوصا الثلاثي او الرباعي الهجومي بعيد قوي، عايز توصل للكوره بوانتو هات كده في القلب، اللي هي مشكله ان اكتر حته فيها زحمه للفيوتشر القلب، برضو عايز توصل من القلب، عايز توصل من القلب. التمريرات العرضيه يمكن بلال نوه عليها بين الشوطين، ان هي دايما الكره العكسيه مفيش حد متابع ليها. فانت النهارده اللي اديت التعادل ده لفيوتشر، هو ما ساعدش ليه؟ عشان بس. صح. حتى اللي هيقول اصل فيوتشر دافع، لا، فيوتشر ما دافعش كويس ولا حاجه، انت اللي كان عندك اهمال في انك تخلص الكوره، عدم تركيز، في تسرع، في النهارده مغالاه شويه في الشكل الحلو، وده مش مطلوب على فكره، مش مطلوب. ديانج النهارده يمكن اقول كلمه على ديانج، يعني غلطان بقى او مش غلطان فيها، بس انا دايما ده وجهه نظر في ديانج. ديانج لما بيبعد عن رقم 6 بيفقد في حاله ثانيه خالص 50% 60% من مستواه. ديانج في قلب الملعب في 6 لاعب الدايره دي، الموضوع مختلف تماما. ممكن مروان على فكره يأدي حاجه مع الجناب، ممكن، انما ديانج انت بتفقده تماما. الكلام ده بص انا بتكلم ازاي، ان لعيبه النادي الاهلي النهارده مش في احسن حالتها، في تسرع وفي عدم تركيز وفي 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 في، رغم كل ده ما تتعادلش. صح. فكل ده يقول لك ايه؟ ان المنافس ما كانش عنده حاجه، المنافس كان حتى ان هو يدافع بشكل منظم ما كانش موجود. هو الكلمه اللي بقولها دايما هنا، انت اللي بتدخل المنافس معاك الملعب، انت اللي بتخلي شكل المنافس في الاخر هيبص على نتيجه تعادل مع النادي الاهلي، هيحسب للمنافس وشغل تدريبي وشغل تكتيكي وكان مقفل، وما كانش في حاجه حصلت من دي خالص. لو اي هدف دخل من كل من الاهداف اللي هي جت لعيبه النادي الاهلي كان الموضوع اختلف تماما يا ايمن. لكن هي اخطاء من اكثر من لاعب النهارده، مش مشكله، يعني انت عندك اريحيه
المباريات الحمد لله موجوده وفرق النقاط كبير جدا. انت ما عندكش، انا ما بتكلمش على الدوري خالص، انا عند كلامي لسه، هي برضه مساله وقت وان شاء الله هتتوج بالبطوله، بس انا بتكلم على شكل ادائك النهارده، وفي سن التسرع، ولازم كولر يبقى حاسب شويه مع بعض اللعيبه، ان في النهارده في زيادات مش انا بحبش، ما بحبش الزياده في الكوره. اه حس ان انت لعيب كويس وحس انك بتادي كوره كويسه، بس ما تزودش. لازم تعرف انك بتلعب انت بتلعب في النادي الاهلي، جمعيه النادي الاهلي دايما اللي في الاخر بتخلي الشكل حلو، مش الفرديه. النادي الاهلي عمره ما كان فريق فردي اطلاقا، صح؟ عمره على مر السنين دايما جماعيه، جماعيه لعب الاهلي بيوصلك لاخر المكاسب الكبيره دي كلها. ده صح، بس ممكن الاريحيه في بعض الفترات تدي ده. تدي الاستسهال ده، تدي بالظبط الهدوء ده. ايوه بص يا ايمن، ان عنوان مباراه النهارده دي من بدايتها الهدوء، انت نازل هادي جدا، فتصرفاتك كلها هاديه، تصرفاتك هاديه في الاستلام، في التسليم، اما بتغلط مش مشكله، في انك ازاي تاخد القرار، في انك تخلص الكره بسرعه، كل ده يعني لو بيرسي تاو في ظروف كده مش هيستنى على الكوره، انسى. لو وكهربا مش هيستنى، اي هتلاقي فيه عايز يخلص بسرعه، بس انت غصب عنك على فكره، مش بقول اللعيبه، انت ظروفك يعني الحمد لله، فانت مريح شويه يعني الامور الحمد لله، انت احسن والفرق كبير قوي، لكن يا كره القدم مش عايزه كده. يا كره القدم عايزه ان اكيد كولر بيقول لهم انا عايز احسن بسرعه عشان يبقى عندي بقى الهدوء اللي انا عايز ايه اوصل ليه، عشان اخلص موضوع ان شاء الله حسم الدوري ده. فانت ما تعطلش نفسك، لكن انت هتعطل نفسك هتروح تضغط نفسك زياده، فاهم؟ هتروح عايز تبذل مجهود زياده، مع ان الامور سهله جدا، كل مباراه تاخدها تركيز كويس، 90 دقيقه اديها صح زي ما المدير الفني بيقول لك، بهدوء، بس هدوء بتركيز، تركيز في قراراتك. هو ده النهارده، انت النهارده اكتر حاجه يعني تعبتك تركيزك في القرار نفسه. اي فرصه يا ايمن لما تجيبها في الاستوديو كلها هتلاقيها القرار القرار القرار، يا اما في رعونه، يا اما في هدوء، يا اما عايز تاخد وقتك لسه، يا اما عايز توصل للجول. لا الكلام ده ما ينفعش، الكلام ده عايز سرعه، لكن في الاخر تعادل مبروك لبيراميدز لفيوتشر، لكن انت انت يعني خسرت نقطتين، لكن عندك وقت كتير قوي، وعندك ان شاء الله رحله تحسب الدوري، ف عارف بتتعلم يعني. انت الحمد لله انت في مكانه مريحه جدا، لكن كل يوم هتتعلم، كل مباراه عن تاني هتتعلم، كله بيتعلم على فكره، من اول المدير الفني لحد كل اللعيبه، لازم يعرفوا ان هم لازم كل مباراه ضد اي فريق مش هيبقى بالهدوء اللي انت كنت فيه النهارده، هو يهمه انه ما يخسرش، زي ما اتكلمت على البنك الاهلي، النهارده علي ماهر مش عايز يخسر، ما بيفكرش في مكسب خالص اطلاقا، هو مش عايز يخسر، بس هو النهارده علي ما خسرش، فيحسب لعلي ان هو ما خسرش من النادي الاهلي، لكن تتحسب عليك ان انت كنت هادي لدرجه عاليه شويه. ايوه خالص، ومع كل الهدوء ده. انا ممكن اقول لك حاجه كمان، حتى علي ماهر لم يسعى النهارده للتعادل. ما انت ما لسه كنت بقول لك يعني ايه؟ يعني بص يا ايمن، ما عملش حاجه النهارده. ايوه ماشي، هو انا بنزل، انا نازل النهارده مش عايز اخسر. ايوه بس الكلمه المعتاده، انت اللي بتساعد وانت اللي بتفشل اي مدير فني. ايوه ما انت يعني المدير الفني بقى نازل مقفل ومش عايز يخسر، لكن انت بضغطك بتركيزك بالنجاح الهجومي اللي عندك بالضغط الجامد قوي الهجومي، انت بتكسب واحد واثنين وثلاثه، بس هو عايز ايه؟ هو عايز تعادل. انت للمره مليون انت اللي بتخلي المدير الفني ينجح في اللي هو اللي في نيته، وانت اللي بتعمل العكس، انت بايدك كده. على فكره هو مش غرور والله ولا حاجه، لكن هو دي حال الكوره عندنا، عندنا النادي الاهلي هو المسؤول دايما على المنافس. المنافس النادي الاهلي في مستوى طبيعي بتركيزه عايز يكسب ثلاث نقاط بالضغط الهجوم الجامد هيكسب، وحتى لو المدير الفني والدنيا كلها عايزه تعادل، بس انت اللي بتعمل كده. النهارده علي ماهر اتعادل عشان انت سمحت له كده، مش عشان هو بالزبط. عمل خطه دفاعيه هايله. لا 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 معلش، نتكلم في الكوره صح، انت اللي ساعدت كده، لكن في الاخر يحسب لعلي ماهر ان هو تعادل مع النادي الاهلي.